مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشفت مؤثرة مايا راجيل عن تجاربها التي مرت بها في سنة 2024، حيث اعتبرت أن سنة سقوط الأقنعة ضغط عليها الكآبة والتوتر النفسي. هذه المناسبة حبيت نقول 2024 أغرب عن وجهي، يا أسوأ وأغرب وأقصى وأبكى سنة جوزتها في حياتي. كنت نقول 2019 هي أسوأ سنة، ومن بعد كنت نقول لا 2021 هي البيغ، قلت لا 2020 جوزت فيها، ومن بعد قلت لا 2022 2024 بيزار عام ويرد يفرحك شوية ومن بعد يعطيك سسبنس تقلق لا بريسيون دي سونتيمون بيزار، ما تفهمي اذا راكي اموغزو كتعشقي ولا كتكرهي ولا ولا شكون. هذا العام حسيتو عدونا، 2024 حسيتو عدويا وعدوكم، عدونا كاع هذاك العدو اللي يحب يطيحك يحب يبكيك يحب يبرتربيك يعيشك في ستريس في السسبنس، ما تفهميش روحك واش راكي حابه، ما تفهمي لا واش راكي ديري لا وين راكي رايحه، يقلب عليك المواجع تاع الماضي. ركزوا لي على المواجع تاع الماضي. شكون هذا العام تفكرش باسيتي او تفكر الصغر وما تفكرش انسان مات له عزيز فقدو. عام بيزار هاد العام تاني، وصرا فيه البنات لي ماسك قالوا ليش لا لا عام سقوط الأقنعة بقوة. شحال من إنسان في حياتك عرفتي باللي هو اللي كان يحفر لك ولي دمر لك حياتك، شحال من حبيب ولا صاحب ولا فاميليا ولا عزيز لقيته داير كلش باش يخسر لك حياتك، شحال من خدمة فشلنا فيها، وشحال من شحال من خطرة تحقرنا سرقنا تغبنا القنطة حكولي على القنطة. أنا القنطة اللي حسيتها هاد العام في حياتي ما حسيتهاش. وبهاد المناسبة يا 2024 أغرب عن وجهنا ما حبشي خلاص. شوفوا العام جاز هاك 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 بس هاد شهور الأخرين هم يعصر وعصير. جاونيش الأمنة بلي نوفمبر ما جاز شهر نوفمبر جوزنا معاه جرعنا معاه المعار، هذا نوفمبر مشاكل في الخدمة مشاكل في الحياة الشخصية مشاكل في الحياة الصداقية العشقية الحبوبية النفسية السيكولوجية الجسمية. هذا المرضى اللي جامي جوني هذا العام، هلا نيمي هلا سكر هلا طانسيو هلا فيبروم ها هذي اشتو هذا اشتو هذا دبل فتكات. وقد ما كان 2024 قاسي علينا وبكانا وآذانا تحسيه 2024 ورانا حقيقتنا وحقيقة الناس اللي انتوري بينا. عام الحقيقة كان بمثابة صفعة تبخ على الوجه فطنتنا دانكوتي، وكاين اللي ما ننساوش عاشوا الحب الحقيقي في هذا العام، عرفوا مشاعرهم الحقيقية وشهم حاسين وشهم حابين من الدنيا. كاين بزاف ناس طرست طريقها ما ننساوش ثانيت، كاين بزاف حاجة بوزيتيف بصح لا نيجاتيفيتي تاع هذا العام فاقت لا بوزيتيفيتي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين على كل حاجة مرينا بها في هذا العام، الحمد لله على الصحة. إن شاء الله هذا العام نعيش بكل صحة ويسر وسعادة، وإن شاء الله ربي يرزقنا بالسكينة، إن شاء الله أرواحنا وقلوبنا ترتاح، إن شاء الله كعوج جوزنا في حياتنا ربي يرزقنا بفرحة وبحياة تنسينا بكعوج جوزنا في حياتنا. والله العظيم من كل أعماق قلبي نتمنى لكم كل الحب واليسر والسكينة في هذا العام. صح 2024 خلاص روح 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 هي ما كنت فكر يا أغرب وأبشع سنة روح. صح هذا العام ننكتبس عليكم هاد السنة قدمة وجعتني عطات لي زوج حاجات بزاف 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 شابين وعمري في حياتي ما لقيتهم في حياتي، عطات لي لاموخ دو ما في وعطات لي لي فواياج دو غاف ديالي.
لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.